شار كتب الوالد نصيح اخواننا علماء نجد الوالد سيد ساشم السياح من رفع الوزير نام الشيخ الطريق رفع الصوفيه، وهي من نصائح النصيحه 51، وكان في مسجد القبلتين علامه على القبله القديمه الى المسجد الاقصى المنسوخه فازلتموها باعتبارها بدعه. ازلتم بستان الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه، حيث كانت هناك نخله غرسها النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وردمتم بئر العين الزرقاء قرب قباء وبئر الريس بئر الخاتم، ومنعتم مشاهدة بئر روما التي اشتراها سيدنا عمر عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه من اليهود ووقفها في سبيل الله. هناك آثار أخرى كثيرة هامة ما أزيلت كلها وغيرت معالمها. كان لأهل الحساب من أصحاب المذاهب الأربعة الشافعي الحنفي مالكي حنبلي مدارس خاصة لكل مذهب أغلقتموها ومنعتم التدريس فيها لأنه لا يجوز عندكم تدريس ما سوى مذهبكم مذاهب المدارس التي تشرفون عليها الذكور والأنوثة والإناث، ولما صاروا يقيمون بعض الدروس في بيوتهم وراقبتموهم وضايقتموهم وحاصرتموهم وتجسستم عليهم، فهل هذه أعمال الدعاة الأبرار والرجال الأخيار التقاء الزهاد والعين خائفين من الله تعالى؟ قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القائل لا يظن ولكنهم مبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. حين تغير وضع الملك العربي السعودي الملك سلمان بن محمد.